شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج باب الريان. لازلنا في بداية شهر رمضان المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا فيه من الفائزين، وأن نكون في هذا الشهر ممن تقرب إلى الله تبارك وتعالى، هذا الشهر الذي هيأ الله فيه أسباب الصلاح وأسباب القرب من الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. مشاهدينا الكرام، فقراتنا المتنوعة في هذا البرنامج بانتظاركم: فقرة الشخصيات الإسلامية، وفقرة المواقع التاريخية، والفقرة الفقهية. فخلكم جاهزين ومستعدين لهذه الأسئلة. عندنا عدد من الأسئلة المتنوعة، وصاحب الإجابة الصحيحة له جائزة مقدمة من قناة الريان بقيمة 500 ريال. نذكركم أيضا برقم البرنامج اللي تتواصلون فيه معانا بشكل مباشر: 5 4 1 8 1 5 4 1 8 1. وما أنسى في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيوفنا الكرام، فضيلة الشيخ عبد الله السادة. يا مرحبا ومسهلا شيخ عبد الله. حياك الله. حياك الله وبياك، وسعداء بوجودك معنا في هذه الحلقة أيضا. الله يسلمك يا حبيبي. نرحب أيضا بفضيلة الشيخ عبد الله العباد. أهلا وسهلا بك شيخ عبد الله. أهلا بكم وسهلا، الله يحفظكم ويبارك فيكم، حياكم الله. الله يجزاك خير، وشيخنا يعني نرحب فيك وسعداء بوجودك معنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله تكون عندنا إضافة جديدة ومثرية لكم مشاهدينا الكرام. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى مع فقرتنا اللي هي فقرة الشخصيات الإسلامية، ومع السؤال الأول. يقول سؤالنا الأول: قائد عسكري وحاكم مسلم حكم أجزاء من بلاد الشام وحارب الصليبيين، كان أبوه مملوك السلطان ملك شاه السلجوقي، والله الخليفة المسترشد على الموصل، واستولى على الرحبة وعلى الجزيرة الفراتية، فتحرها سنة 539، قتله خادمه وهو راقد على فراشه ليلا ودفن بصفين، فمن هو هذا القائد؟ من هو هذا القائد؟ فكروا في إجابة هذا السؤال، وأنا يعني أدردش مع مشايخنا الكرام. شيخ عبد الله، يعني لا زالت الفرصة في شهر رمضان المبارك سانحة ومتاحة لمن لم يبدأ بعد، فكلمة بسيطة في دقيقة إلى أن يأتينا اتصال للإجابة على السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دائما يقولون يعني تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي. نعم، تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي. فهذا الإنسان إذا يعني تونا احنا في ثاني يوم يعني، فإذا ما أول يوم نفترض ما يعني ما استعد أو ما صلى التراويح، أو خلنا نفترض أن شغل في أول يوم رمضان أمامه، فيعني يلحق بالركب ويعقد العزم، لأن النية يؤجر عليه الإنسان أجر عظيم جدا، أنه ينوي أنه يعني يقوم الليل، وينوي أن يتصدق، وينوي أن يقرأ القرآن، لأن هذه النيات أصلا في حد ذاتها لها أجر. صحيح. النية في حد ذاتها لها أجر، كما وصى أحمد بن حنبل رحمه الله ابن عبد الله، قال له: لا تزال تنوي الخير، لا تزال تنوي الخير. ويقولون أن هذه النية هي عبادة العلماء، يعني العلماء ينوون النيات الكثيرة في العبادة الواحدة، في العبادة الواحدة ينوي النيات الكثيرة. مثلا إذا ذهب إلى المسجد بعضهم ينوي أنه يصلي مثلا الجماعة، لكن كثير من العلماء ينوي أنه يعلم جاهل، ينوي أن يكثر سواد المسلمين، ينوي أن يرفع الظلم عن مظلوم إذا شاف مظلوم، وينوي يعني نيات. فموضوع النية نقول إحنا شيخنا مهم، خاصة أن إحنا لازلنا في بداية الشهر. الشيخ عبد الله، يمكن واحد الحين يسمعنا يقول
فاته يقول ما فاتنا الا يوم واحد، لكن احنا نقول يعني يوم واحد في مثل هذا الموسم العظيم يعتبر كثير. صحيح. واللي ما استغله وما بذل فيه الشيخ عبد الله ايضا يعني الطاعات وقصر في بعض الامور فقد فاته اجر يعني كبير. ولله سبحانه وتعالى ولله تبارك وتعالى في كل ليله من هذه الليالي عتقاء من النار. نعم. فنسال الله ان يجعلنا من المعتوقين. كلمه ايضا شيخ. نعم. في دقيقه. نعم هو صحيح، هو اهم شيء وضع البرنامج، ان يضع الانسان برنامجا صحيحا لاستغلال هذه الايام، ويكون هذا البرنامج مشتمل على كل ما ينبغي ان يفعله المسلم في هذا الشهر الكريم. برنامج فيه انه يقرا جزء من القران مثلا يوميا كما قال الشيخ، ينوي هذا، يضع هذا البرنامج ويحدد وقت معين له. نعم ويحدد وقت معين، ينوي أن يقرأ مثلا ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى، يحافظ على الصلاة تكبيرة الإحرام في جماعات الفرائض، يحافظ على السنن الرواتب كما هي، يحافظ على صلاة التراويح التي هي قيام الليل في هذا الشهر المبارك. وأمس الشيخ أشار إلى حديثها، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يتصدق كل يوم بما تيسر له، يفطر صائما، يعين شخصا على صيامه. مهم أن يضع برنامجا وخطة محكمة يطبقها، ويحاسب نفسه كل يوم على ماذا فعل منها، يحاسب نفسه كل يوم على ما أنجز من خطته. فبهذه الطريقة يمكن للإنسان أن يستفيد فعلا من هذا الشهر، وأن يحرص أن لا يضيع يوما منه، فضياع يوم منه كما تفضلت وضياع حقيقة لفرصة كبيرة. صحيح. لأنه إنسان يدرك اليوم الأول لكن لا يضمن أنه يدرك اليوم الثاني، ويدرك اليوم الثاني ولا يدرك أنه يضمن اليوم الثالث، وهكذا، ولا يضمن أنه يختم الشهر. فينبغي له أن كل يوم يعتقد أنه قد يكون هو يومه الأخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل أعمارنا وأعماركم في طاعته، وأن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى. اللهم جزاك الله خير شيخ عبد الله، وما قصرتم مشايخنا. وفعلا موضوع الجدول يكون يعني شيء مرتب ويعين الواحد على طاعة الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته. إذن معنا اتصال من الأخ صديق. السلام عليكم. السلام عليكم يا صديق. عليكم السلام والرحمة. يا مرحبا حياك الله. يا هلا الله. صديق سمعت السؤال صحيح؟ ايوه نعم. طيب ما هي الإجابة؟ من هو هذا القائد؟ عماد الدين زين. أحسنت، هذه هي الإجابة الصحيحة يا صديق، ومبروك عليك 500 ريال مقدمة من قناة الريان، بإذن الله راح يتواصلون معاك لاستلام هذه الجائزة. أيضا نذكركم أو نطرح عليكم السؤال الثاني في هذه الحلقة. السؤال الثاني هو عن صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صحابي محدث وفقيه وحافظ ومفسر، ولد في مكة في شعب أبي طالب قبل الهجرة النبوية بثلاث سنوات، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقال أيضا اللهم علمه الكتاب والحكمة، لقب بحبر الأمة وترجمان القرآن. فمن هو هذا الصحابي؟ أتوقع مشايخنا آخر الجمل يعني توضح للمشاهد أنه يبحث عن هذا الصحابي، وهو من الصحابة المشهورين. شيخ عبد الله السادة، لعلنا نتكلم عن يعني الشخصية الأولى اللي احنا تناولناها في هذه الحلقة، اللي هو عماد الدين زنكي. هذا القائد العسكري لا شك أن له صولات وجولات وله مواقف، لعلنا نتحدث عنه بإجازة. عماد الدين زنكي من السلاجقة، ولد حول 465 ويعني اشتهر في المعارك، واشتهر في القوة، واشتهر في الشجاعة، فاستلم قيادة الجيوش واستلم القيادة، فتح هاي الأشياء المذكورة. لكن كان بحكمة وبحنكة وبجد وباجتهاد وأمانة، كان عنده منصب، أنه من يعني منصب القائد، فهذا المنصب يحتاج إلى أمانة، فهو وضع كل طاقته في هذا المنصب، فأخلص لله سبحانه وتعالى. من الأمور اللي يعني كانت عنده حنكة، وكانت عنده يعني أفكار، البيزنطيين اللي هم رومان القسطنطينية،
طبعا الرومان غير قسطنطينية اللي في روما، هذه سقطت روما سنة 300 ميلادية. ما في رومان اللي من روما، البيزنطيين كانوا موجودين في الشام، والفرنجة اللي هم المقصود بهم دائما في التاريخ يكتبون الفرنجة قصدهم الفرنسيين الفرنج. فالفرنجة هم محتلين هذه القلاع الرها وغيرها وكذلك البيزنطيين محتم يعني. فكان في تعاون بين البيزنطيين الرومان وبين الفرنجة، فهو بدهائه خلينا نقول وبحنكته الحربية فرق بينهم، فرق بين البيزنطيين والفرنج. أنا قال لهم، قال حق البيزنطي قال له ترى الفرنج أهل الفرنج إذا انتهوا من كذا سوف يذهبون ويسلمونك وكذا، وقال البيزنطيين نفس الكلام. فتركوا البيزنطيين تركوا يعني القلاع وكذا وذهبوا وتركوا يقولون حتى المناجيق وتركوا كل شيء. فحنكة في قيادة الحرب. إيه نعم إيه نعم. فالشاهد أن أكبر قلعة أخذها أو أكبر قلعة الرها، الرها قد يتساءل يعني الناس أين الرها الآن. الرها في أقصى شمال شرق سوريا الآن على الحدود العراقية التركية. نعم. كانت قلعة كبيرة فيها الفرنج فأخذها، فلذلك هي كانت قالوا يعني هذا الفتح بداية فتح الشام ككل. عجيب. فجاء صلاح الدين بعد هذا الفتح. قضية قتله كيف قتل؟ نعم. هم فيه الحشاشين أو هذي اللي يسمونهم يعني الذين يقتالون. نعم. فالفرنج قالوا ليس هناك يعني حل للقضاء على هذا القائد إلا بقضية الخيانة. أيوة. أيوة. فجاءوا لأحد حراسة أو خادم أو الكذا وأغروه بالمال وكذا اغتاله. فنقول أن من أراد أن يعني الآن لما احنا نقرأ عن قصص هؤلاء والقادة العظام ونتمنى أن نكون مثلهم، دائما واحد يكون يتمنى أن يكون مثل هذه الشخصية. نقول أنت في موقعك في منصبك في مكانك أدي الأمانة، إذا أديت الأمانة التي عليك في مكانك وفي منصبك فإن شاء الله لك الأجر العظيم. لأن الآن الذي يؤدي الأمانة في مكانه وفي منصبه قليل من المسلمين. الله المستعان. الأصل الأمانة. الأمانة كل شيء أمانة، يعني كل شيء ما تؤديه في عملك أمانة، دوامك أمانة، الأوراق اللي عندك أمانة، أنك تخدم المراجعين أمانة، أنك تقول كلمة الحق أمانة، أنك يعني واحد تقدر تخلص اليوم تقول له تعال باكر. ليه؟ كل واحد شيخنا يعني ولي على مكان معين مو بلازم يكون هو قائد، ولكن في عمله هو مولى على مهام معينة يخدم بها الناس ويؤدي هذا العمل، فيحتاج أيضا إلى هذه الأمانة اللي احنا نستفيدها اليوم من هذه الشخصيات وشخصيتنا اللي احنا تكلمنا عنها اليوم شيخ عبد الله. نعم. عماد الدين زنكي كيف نجح؟ نعم. وغيره كيف نجح؟ نعم. حواليه ناس يؤدون الأمانة. صحيح. عند الجنود وعند صحيح. الضباط وعند العساكر، عند حتى اللي يطبخ قاعد اللي يطبخ حق الجنود. صحيح. أي. فلما فقدت هذه الأمانة أدى ذلك إلى قتله، وكانت الخيانة من ناس قريبين منه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يرزقنا هذه الأمالة في أعمالنا. آمين يا رب. مع أن اتصال أيضا للإجابة على السؤال الثاني معنا رنا. السلام عليكم يا رنا. وعليكم السلام. حياك الله يا رنا ومبارك عليك الشهر. بينما عليك إن شاء الله. سمعتي السؤال الثاني وما هي الإجابة عليه؟ من هو هذا الصحابي؟ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي. أحسنتي، هو عبد الله بن عباس. مبروك عليك يا رنا، 500 ريال مقدمة من قناة الريان بإذن الله راح يتواصلون معك لاستلام هذه الجائزة. شيخ عبد الله طبعا عندنا تعليق. نعم. حول عبد الله بن عباس هذا الصحابي الكبير. نعم. الذي يعني السيرة تطول في ذكر مناقبه وفضائله. نعم. ولكن خلنا نطرح سؤالنا الأول في فقرة الجغرافيا والمواقع الإسلامية. نتكلم ويقول سؤالنا عن قصة وردت في القرآن الكريم عندما زار سيدنا موسى أرض مدين، حيث وجد الناس يسقون أغنامهم الماء باستثناء فتاتين
قيل أنهما ابنتا شعيب عليه السلام وكانتا تبتعدان عن الماء، فأين يقع موقع هذا البئر الذي ذهب له موسى؟ فشيخنا لعلنا نتكلم عن عبد الله بن عباس رضي الله نعم. عن هذا الصحابي الجليل جليل يا والله نعم رضي الله عنه وعن أبيه وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام رابع الشيخ عبد الله السادة اللهم هذا الله يسلمك هذا حقيقة عالم من أعلام هذه الأمة الكبيرة وعالم من جتيانها ومن أشياخها وشيوخها. هذا الرجل ولد كما تفضلت هو ولد في شعب الذي حصر فيه بنو هاشم نعم. حصر فيه بنو هاشم هذا كان في أواخر سنوات النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل هجرته بثلاث سنوات كما تفضلتم. فهو كان ولدا يافعا عندما هاجر به أبوه وهاجر عائلة العباس يقال إنها أسلمت مبكرة ولكنها لم تهاجر إلا متأخرة نعم. عباس هاجر متأخرة وما يدل على أنهم أسلموا مبكرين هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر نهى عن قتل العباس وما نهى عن قتله إلا لكونه مسلما. المهم أنه تربى في بيئة إسلامية وإن كان تأخرت هجرته لقي النبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر المهاجرين هو وأبوه يعني ممن فارقوا مكة وهو ابن عباس نفسه كان يقول إنه كان هو وأمه من المستضعفين يقول أنا من المستضعفين من الولدان وأمي من المستضعفين من النساء الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى فتأخر هجرته ليس عيبا فيه رضي الله عنه. المهم أن الرجل كان حقيقة شيء غير طبيعي وله مواقف كثيرة نذكر منها أن ابن عباس رضي الله عنه شاب يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب التقرب منه ويحب الاستزادة من حديثه ومن الرواية عنه ولذلك هو من المكثرين من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعانه على ذلك قربه من النبي صلى الله عليه وسلم من جهة النسب هو ابن عمه مباشرة وأيضا ميمونة التي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة الهلالية هي خالة ابن عباس ابن عباس أمه لبابة لبابة الكبرى التي هي عيال اللي هي زوجة العباس رضي الله عنه احدى زوجاته فخالته ميمونة فكان يدخل في اي وقت مع انه كان صغيرا في ذلك الوقت وتوفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة يعني كل هذه الرواية التي نراها في الكتب ولا نكاد نفتح كتابا من كتب السنة تقريبا 5000 حديث ايوه لا نكاد نفتح كتابا من كتب السنة الا وفيها عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا كله هو 13 سنة. المهم أن الدعوة التي ذكرتها له التي دعا له بها النبي صلى الله عليه وسلم سببها أو مناسبتها أنه كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وكان يبيت معه تارة لأن المرأة خالته صحيح. فكان يبيت معه فليلة هيأ له وضوءه ليقوم النبي صلى الله عليه وسلم لتهجده فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الوضع مهيئ له فقال من فعل هذا؟ فقالت له ميمونة ذاك ابن عباس عبد الله بن عباس فدعا له الدعوة التي ذكرتموها الله أكبر. فهذا موقف حقيقة يدل على أشياء كثيرة أشياء كثيرة حقيقة منها أن الولد ينبغي أن يشب على هذا التفكير على تفكير على إكرام الأكبر منه وعلى خدمة يعني من هو أكبر منه وعلى حب القرب ممن هو أكبر منه حتى يستفيد منه خاصة العلماء والدعاة ومن يستفاد منهم فإذا انشب ابن عباس في هذه البيئة في هذه العقلية واستمر على ذلك ولذلك عمر رضي الله عنه كان يعرف له قدره عمر رضي الله عنه الملهم كان يعرف له قدره نعم ومن مواقفه التي جميله يعني لعلنا شيخنا نختم بهذا الموقف ان شاء الله خلاص لكي ننتقل لانه حقيقه دخلت ابن عباس يعني انا ماني عارف من اخر صحيح ابن عباس رضي الله عنه كان عمر يحضره لمجلس الشيوخ الكبار في السن الكبار في السن كبار نعم. الصحابه كبار الصحابه كانوا يحضره لمجلسهم فقال له احدهم فقال له ان لنا ابناء مثله يعني ليش هذا فقط تجيب عنده فعمر ساله وهم حضور فقال سأله عن
سبب نزول أو تفسير أو سبب نزول الآية سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. فقال ذاك أجل النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، يعني علمه الله سبحانه وتعالى أجله. فقال عمر لا أعلم فيها غير ما علمت. سبحان الله. فبعد ذلك سكتوا، علموا أن عمر فعل هذا لأمر ما، يعني هذا دليل على علمه وعلى على رجحة عقله وأنه شاب. وقدمه عمر كأنه يقدمه عمر، أجلسه مع كبار الصحابة مع كبار المهاجرين والأنصار، كان يحضر مجلس شورى عمر رضي الله عنه رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا وسلفنا الصالح، نسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بالصالحين. إذن مشاهدينا الكرام ناخذ هذا الفاصل بإذن الله ونرجع لاستكمال حلقتنا من برنامج باب الريان ومع فقرة المواقع الإسلامية، كونوا معنا. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعدنا لكم من جديد لاستكمال حلقتنا من برنامج باب الريان، ونبدأ بفقرة المواقع الإسلامية. وقد طرحنا السؤال في الفقرة السابقة، معنا اتصال من فاطمة. السلام عليكم. السلام عليكم يا فاطمة. عليكم السلام. يا مرحبا، حياك الله يا فاطمة، ومبارك عليك الشهر. الله عليك فاطمة. احنا طرحنا السؤال، سمعتي السؤال؟ القصة اللي وين؟ مدينة مدين. نعم هذه مدين صحيح، في أين تقع؟ يلا إذا تبين خيارات نعطيك خيارات. ها يا فاطمة، في القدس في فلسطين، ولا في مدينة الطور في سيناء، ولا في تبوك في المملكة العربية السعودية؟ يلا يا فاطمة. فاطمة إذا أنت تتكلمين ترى الصوت مش واضح عندنا، أعطيك الخيارات مرة ثانية، في القدس في فلسطين، ولا في الطور في سيناء، ولا في تبوك في المملكة العربية السعودية؟ نعم أحسنتي، في تبوك في المملكة العربية السعودية. مبروك عليك 500 ريال يا فاطمة، وراح يتواصلون معاك بإذن الله الإخوان في قناة الريان، راح إن شاء الله بإذن الله يسلمونك هذه الجائزة. نطرح السؤال الثاني، لكن قبلها نشوف الخريطة على الشاشة، إن شاء الله الحين بتكون واضحة. هذا هو موقع القصة وموقع مدينة تبوك أو منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية، هذا هو المكان مع الإشارة الحمراء، مكان المنطقة ومكان القصة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، وأعتقد أنها وردت في سورة القصص مشايخنا صحيح؟ عندما ذكر الله تبارك وتعالى قصة موسى عليه السلام. نطرح لكم أيضا سؤالنا الثاني في هذه الفقرة، يقول السؤال: تعتبر غزوة مؤتة أول غزوة يخوضها المسلمون خارج حدود الجزيرة العربية، صمد فيها 3000 مقاتل مسلم أمام 200,000 من الروم والقبائل العربية الحليفة لهم لمدة 6 أيام كاملة. انتهت المعركة في اليوم السابع بعد قيام قائد الجيش خالد بن الوليد رضي الله عنه بانسحاب تكتيكي ناجح وبأقل الخسائر، فأين حدثت وأين وقعت معركة تبو أو معركة مؤتة أو غزوة مؤتة؟ فهذا هو السؤال، وإحنا نرجع أيضا لمشايخنا الكرام تعليقا على السؤال الأول. شيخنا الكريم شيخ عبد الله، لعلنا نتحدث عن هذه القصة، قصة نبي الله موسى عندما التقى بالفتاتين عند ماء مدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على محمد. موسى عليه السلام بعد أن خرج من مصر يترقب هاربا صلى الله عليه وسلم، أخذ يمشي إلى أن قطع سيناء، وبعد سيناء وصل إلى مدين، ماء مدين. وصل إلى ماء مدين
بئر يعني ماء مدين مقصود به بئر. بئر نعم. فالرعاة وأصحاب الحلال وأصحابه يأتون ويعني يأخذون الماء. فرأى يعني فتاتين تذودان، الناس يأخذون ماء وهم ماخني قاعدين بعيد. فسألهم، لأن الآن من يعني بعض الناس ما عندهم النظرة الشاملة، يعني يشوف وضعه أبالي كل الناس مثل وضعه. يعني أنا مثلا عندي أب وأم وأخوان وخوات وسواق وخدامة، كل الأسر المفروض نفس الشيء. لا، أنت عندك أخوات، غيرك ما عنده أخوات. أنت عندك أب مثلا، غيرك مثلا أبوه متوفي. فلذلك يعني تظن هالفتاتين ليه؟ وين ابوهم؟ وين اخوهم؟ وين الصبي اللي عندهم؟ اللي دفعهم منهم اللي يجون في هذا المكان. صح؟ فقالت احنا والله ما ابونا شيخ كبير، ما عندنا حد، يعني وضعنا في البيت انه ما حد عندنا، لا عندنا اخ ولا عنده الابو شيخ كبير قاعد ما يقدر يسقى، ولا عندنا حد. فلذلك انت لما تشوف وضع يعني لازم تشوف ما هي خلفيات هذا الوضع، ولازم تعذر الناس. هم كله بس يعني تظن ان وضع الناس كله طبيعي. هذا احد يعني الاستفادات المفروض التي جميل. العبر التي ناخذها من قصه الفتاتين. فساعدهم عليه الصلاه والسلام، اعطاهم وسقى لهما. راحوا البيت، راحوا البيت، قال لهم ابوهم يعني بدري اليوم عاد انتم تقعدون لين خلصون وين عند لتسلم الشمس عند المغرب تيون يعني. قال والله شفنا واحد، شافنا واحد وسقى لنا. واحد منهم قال تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. يقولون أن ثلاثة كانت عندهم نظرة ثاقبة، منهم العزيز يوم شاف يوسف قال كريمي من ثواه عسيما اتخذ ولدا. هذا يوسف له شأن، كانت له نظرة ثاقبة. وأبو بكر الصديق عندما عين عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب يعني ما كان أحد يعرف أنه سوف يكون مثل ما كان يعني في الإسلام في الخلافة. نعم. فلذلك كانت له نظرة. قال والثالثة أو الثالث هذه المرأة أو هذه الفتاة، قال تستأجره أن خير من استأجرت القوي الأمين. فذلك الآن في علم الإدارة يحطون هذه الشروط، أن الموظف الناجح أو إذا بغيت تعين واحد تشوف عنده قوة في علمه، قوة في تخصصه، ها، وأمين. ما ينفع أخذ واحد مثلا قوي في المحاسبة أو قوي في الآي تي أو لكنه نصاب، راحت الشركة ولا راحت الوزارة. فلذلك خير القوي الأمين. فسبحان الله، شوف نظرة هذه البنت يعني، قالت تستأجر في عنده يعني طي الأمانة. الأمانة يعني القوة، قالوا لأنه نزع بقوة وكذا. الأمانة شافت أنه يعني لا طلب منهم شيء، أنا يعني سويت لكم ترى أخذوني وياكم ودوني غدوني أو عطوني مقابل أو كذا. إيه هو أصلاً قال ذلك أنه كان هو يغض ما عنده شيء، هو يعني ما عنده شيء. يذكر المفسرون أنه كان يغض الطرف عنهن. إيه نعم، كان يغض الطرف وما طلب شيء ولا حسب لها ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أيوة. فكان دل على حالة. صحيح. فقال تزن خير من استأجرت القوي الأمين. فراحت تنادي على استحياء، يعني هذا بعد إنه يعني إن المرأة مهما خالطت الرجال أو مهما اضطرت أن تتكلم مع الرجال، يعني بعض النساء يعني أنه يتكلم رجال خلاص أخذ راحتي. لا، صحيح أنت مثلا تروحين المحل أو تروحين كذا وتكلمين الرجال، لكن الحياء هذا يتم عندك. يعني هي مع أن أبوها قال له روحي كلمي، روحي نادي، روحي كذا، لكن ذهبت على استحياء. بعد ما رجع عرض عليه إحدى ابنتي هاتين للزواج. إيه نعم. فقال أن تجلس معي ثمان حجج، ثمان سنوات، فأنا أكملت عشرة، فمن عندك. وهو أكمل عشر لا. سنوات بعد لا. ما تزوج وقعد عند هذا الرجل الصالح، ويقال أنه شعيب ويقال أنه غير شعيب والله تعالى. فقصة جميلة صراحة، فيها عبر وفيها مواقف جميلة وفيها دروس مستفادة. صحيح.
وأيضا يعني إحنا انطلقنا من شيخنا من هذا الموقع من مدين من هذه المنطقة في المملكة العربية السعودية. معنا اتصال أيضا للإجابة على السؤال الثاني في هذه الحلقة. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا ليندا. إيه نعم. يا مرحبا حياك الله ومبارك عليك الشهر. علينا وعليك الصهر. الله يسلمك. سمعتي السؤال الثاني؟ إيه نعم. صحيح. عن غزوة مؤتة وين كانت؟ كانت شرق في الأردن. أحسنتي، كانت في الأردن، وهذه هي الإجابة الصحيحة يا ليندا. مبروك عليك 500 ريال مقدمة من قناة الريان، بإذن الله راح يتواصلون معك لاستلام هذه الجائزة. ألف ألف مبروك. نطرح عليكم السؤال الأول في الفقرة الفقهية قبل ما ناخذ تفاصيل إجابة غزوة مؤتة مع الشيخ عبد الله العباد. يقول السؤال الأول في الفقرة الفقهية: ما حكم من عجز عن الصوم لمرض أو كبر؟ ما حكم من عجز عن الصوم لمرض أو كبر؟ وأيضا يعني نبيكم تجاوبون وتشوفون لنا إجابة هذا السؤال، ماذا يفعل؟ شنو اللي عليه أنه يسويه؟ ونحن ننتقل لتفصيل الإجابة عن غزوة مؤتة الشيخ عبد الله. نعم، هذه إحدى الغزوات، غزوات معدودة في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهنا أريد أن أنبه إلى مسألة، مصطلح، يعني مصطلح هذا العلم يسمى علم السير، وهو من ضمن علم التاريخ عموما. وعلم السير هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه وولادته ودعوته إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. علم السير، هؤلاء الجيوش التي كانت تخرج قسمان، قسم يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المسمى بالغزوة، وقسم لم يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يبعث الصحابة ويؤمر عليهم أميرا منهم ويخرج، هذا في مصطلح يسمى سرية. فلما كانت هذه معدودة في الغزوات؟ فعلا هذه معدودة في الغزوات والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحضرها. هذه الغزوة هي لما كان هنالك شيء من تحرش الروم بالمسلمين في أطراف الجزيرة وكذا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن الحدود من تلك الجهة وأن يوقف لهم عند حدهم، فانتدب لها فانتدب له الصحابة رضوان الله عليهم، فاجتمعت منهم 3000 رجل من المقاتلة، وأمر عليهم 3 من خيار أصحابه، أمر عليهم على التوالي طبعا، أمر عليهم 3 منهم زيد بن حارثة الذي هو مولاه والذي كان ينسب إليه قبل الإسلام. نعم. زيد بن حارثة، والثاني هو جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار الذي قطعت يداه، هذا جدكم، وكذلك الثالث اللي هو عبد الله اللي هو الأنصاري، عبد الله بن رواحة. نعم. الصحابي الجليل الشاعر. نعم. المفلق. المهم قال إن قتل هذا فهذا، ثم إن قتل هذا فهذا، فقتلوا جميعا حتى استلم الراية خالد بن أبي طالب، خالد بن الوليد رضي الله عنه، وعمل الحيلة التكتيكية العجيبة أنه غير ميمنة الجيش بميسرته وميسرته بميمنته حتى ظن الروم، فعل هذا في الليل. هذا شيخنا موقع الغزوة الآن موجود أيضا على الشاشة، أنه جاءهم مدد، فظنوا أنهم جاءهم مدد، فقالوا مشكلة، كنا نقاتل هذه 3000 طبعا، والروم 300000 أقل ما قيل فيه أنه 300000 مع ما معهم من العرب وهكذا، فقالوا طيب نحن كنا نقاتل 300000 ملعوزين، الحين جاتنا المجموعة أخرى، فكان هنالك يعني كانت حيلة سواها حتى انسحبوا انسحابا تكتيكيا كما تفضل الشيخ. المهم هذه السرية لم يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عدوها؟ سهل السير يذكرون أن المعركة رفعت النبي صلى الله عليه وسلم حتى رآها، وكان ينقلها للصحابة رضوان الله عليهم، ويقول قتل فلان وأخذ الراية فلان، وقتل فلان وأخذ الراية فلان، وهكذا كان يصفها لهم، يصف لهم المعركة، فسميت غزوة لهذا الاعتبار. الله أكبر. فهذه الغزوة، هذه السرية حقيقة هي من أول السرايا التي كانت خارج حدود الجزيرة العربية، لأنها كما قال في الأردن وهي ليست بعيدة كثيرا من تبوك التي ذكرتم قبل قليل. صحيح. كلها في الشمال لا تعتبر. كلها في الشمال، يعني في الأردن في الشمال
يعني فهي ليست بعيدة منها يعني يعني في تلك الناحية. نعم، فخرج هؤلاء كما قلنا القادة، وكل واحد منهم له قصة عجيبة في هذه المسألة، في هذه الغزوة. خالد بن الوليد يقال إنه لما استلم الراية أنه كسرت في يده 8 أسياف من شدة القتال والجلاد، ولم يثبت شيخنا حتى لما نتأمل العدد يعني 3000 مقابل 300,000 شيء، وهذا ترى هو تقريبا أقل ما قيل في جيش الروم، قيل فيه أكثر من ذلك. المهم أنه لم يثبت في يده إلا صفيحة يمانية لم تثبت فيه إلا هذا من شدة جلاده. فحقيقة شيء ما يمكن أن يفعله إلا هؤلاء الناس، إلا من عنده إيمان راسخ بأنهم قضيتهم أنها قضية صحيحة وأنها قضية عادلة كما يقال، وأنهم رابحون في كل حال، إما الشهادة وإما النصر، فهم ماضون فيما هم فيه إما الشهادة وإما النصر، فكانوا يقاتلون بهذه الروح وهذه المعنويات المرتفعة والتي حقيقة هي أقوى ما يملكه الجيش. صحيح. أقوى سلاح يقاتل به الجيش هو المعنوية المرتفعة، وهؤلاء كيف لا يرتفع إيمانهم وهم يعلمون أنهم ما بين إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة. نسأل الله سبحانه وتعالى وأرضاهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يرفع الظلم عن المظلومين، ونسأله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. آمين يا رب. نعم. اللهم آمين. جزاك الله خير يا شيخ عبد الله، وما قصرت على تفصيلك لهذه الغزوة، غزوة مؤتة، وما ورد فيها من أحداث. نذكركم مشاهدينا الكرام بالسؤال قبل ما نطلع الفاصل، ما حكم من عجز عن الصوم لمرض أو كبر؟ ما هو الحكم في هذه الحالة؟ شو اللي يسويه؟ احنا ناخذ هذا الفاصل بإذن الله ونرجع لاستقبال اتصالاتكم للإجابة على هذا السؤال، كونوا معنا. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ معاكم فقرتنا الفقهية اللي نطرح فيها عدد من الأسئلة الفقهية، وفي هذه الأيام إن شاء الله راح نكون مع أحكام الصيام. سؤالنا يقول ما حكم من عجز عن الصوم لمرض أو كبر؟ معنا اتصال زكريا. السلام عليكم يا زكريا. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا زكريا، شخبارك؟ الحمد لله بخير. سمعت السؤال وعندك الإجابة ولا تبي أعطيك خيارات؟ الإطعام. أحسنت، الإطعام، كملها عاد، الإطعام شنو؟ طعام كل يوم مسكين. أحسنت، هذه هي الإجابة الصحيحة يا زكريا، مبروك عليك 500 ريال مقدمة من قناة الريان، بإذن الله راح يتواصلون معاك لاستلام هذه الجائزة. نطرح السؤال الثاني في هذه الحلقة الذي يقول ما حكم صيام من لم يبيت نية الصوم في الليل؟ وإحنا نتكلم الآن عن صيام الفرض، الصيام المفروض أو الصيام الواجب، ما حكم من لم يبيت نية الصوم في الليل؟ ونتكلم عن الصيام أو الصوم الواجب. إذن هذا هو السؤال، فكروا أيضا في الإجابة الصحيحة وننتظر اتصالاتكم. شيخ عبد الله السادة، لعلنا نتكلم عن موضوع اللي هو ما حكم من عجز عن الصوم لمرض أو كبر. نعم. ونفصل في هذه المسألة. نعم. الإنسان تصيده الظروف والأحوال، نعم، فلا يستطيع الصوم. لا يستطيع الصوم قد يكون بمانع، مثل الأعذار الشرعية اللي عند المرأة، هذه أعذار شرعية. أو لا يستطيع الصوم بسبب شيء مؤقت قد يذهب، مثل السفر، المشقة، المرض البسيط، المرض الخفيف، المرض الذي يرجى برؤه، يعني هو مريض الآن، قال له الدكتور أنت ما تصوم لكن أنت بعد فترة تقدر أنك تصوم. نعم. أو يفطر له يومين، أو حتى لو يفطر له شهر كامل، لكن بعد ذلك يستطيع أن يصوم السنوات القادمة. صحيح. فهذا عند أنه لا يستطيع الصوم مؤقت بسبب حالة معينة، بسبب مرض، بسبب
قلنا عارض يعني مرحله عارمقه. الثاني الحاله الثانيه لا يستطيع ان يصوم هذا رمضان هذا ولا الذي بعده، يعني فيه ضعف عام مستمر كبير في السن او مرض لا يرجى برؤه، يعني الدكتور يقول له انت والله تاكل هالحبوب طول عمرك. نعم. عنده مرض قلب او مرض كذا وانت تاكل هالحبوب هذه طول عمرك مدى حياتك، خلاص مرض مزمن. اي فهذا يختلف عن هذا، هذا الذي يعني هذا عليه القضاء. نعم. اللي مر عليه الشيء العارض من أيه؟ السفر او مرض يرجى برؤه هذا عليه القضاء. عليه القضاء، نعم. جميل. هذا عليه القضاء. جميل. بعض الناس يتساهلون في القضاء، يقول ان شاء الله ان شاء الله لين ياتي رمضان القادم. صحيح. فنقول له اذا جاء رمضان وعليك شيء من الصيام، باقي لك يومين، باقي 3 ايام، فعليك القضاء والكفاره. نعم. القضاء والكفاره لانك تاخرت الى رمضان القادم. هذا الشخص الذي لا يستطيع أن يصوم بتاتا لا الآن ولا في المستقبل، مرض لا يرجى برؤه أو بسبب ضعف عام أو أنه كبير في السن، هذا نقول له لا يصوم وليس عليه القضاء بل عليه الكفارة، عن كل يوم إطعام مسكين. نعم. طيب متى أطلعه عن كل يوم؟ بيومه، هذا يجوز يصح. ولا أطلعه آخر الشهر كاملة، هذا يصح. ولا طلعها اول الشهر كامله، هذا يصح. جميل. يعني انت عليك الشهر هذا مثلا خلينا نقول 30 يوم او 29 يوم، ممكن من اول يوم اطلعها كلها وممكن من اخر يوم او وسط او كل يوم بيومه، فهو لازم انه يطلعها في يعني. نعم. على حسب استطاعته. جميل. نعم. جميل. جزاك الله خير عبد الله، والله يفتح عليك. معنا غاده ايضا للاجابه على السؤال الثاني. السلام عليكم يا غاده. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا يا غادة، حياك الله، مبارك على الشهر. سمعتي السؤال الثاني يا غادة؟ لا لو سمحت عيد السؤال. يقول ما حكم صيام من لم يبيت نية الصوم في الليل لمن صام الصيام الواجب أو الصوم المفروض؟ ما هي الإجابة؟ لا صيام له. يعني أحسنتي، يكون صيامه غير صحيح، وهذه هي الإجابة الصحيحة. ومبروك عليك 500 ريال يا غادة، مقدمة من قناة الريان، بإذن الله راح يتواصلون معك لاستلام هذه الجائزة. يقول السؤال الثالث، أذكر سنة واحدة من سنن الصوم. أذكر سنة واحدة من سنن الصوم. عندنا سنن الصوم يعني كذا سنة، فالمطلوب من المتصل أن يذكر له سنة واحدة فقط من هذه السنن. شيخنا الشيخ عبد الله العباد لعلنا أيضا نتكلم عن هذا السؤال الثاني، موضوع تبيت النية في الليل وما يترتب عليه من فساد الصوم الواجب إذا لم يبيت نيته. نعم، النية مذكورة أنها من أركان الصيام، ركن الصيام هو له ركنان، الإمساك عن المفطرات بنية، فالصوم ماهيته تكون من هذا. هذه النية بالنسبة للصوم الواجب بالاتفاق لا بد أن تكون مبيتة من الليل، لا بد أن تكون مبيتة من الليل، هذا محل اتفاق. يختلف في مسألة بسيطة وهي الصوم الواجب التتابع، هل يلزم تبييت النية فيه لكل ليلة أم تكفي نية واحدة أول الشهر؟ مثلا نحن الحين في رمضان. نعم. في رمضان الآن، هل لابد من تبييت النية كل ليلة أم يكفينا أن ننوي في أول الشهر؟ كثير من العلماء يرى أنه تكفينا نية في أول الشهر لأنها عبادة متصلة بعضها ببعض مثل الصلاة، فتكفي فيها نية في أولها. المهم ألا تنقطع هذه النية، هذا هو المهم. مثلا. نعم. الأعذار التي كان يذكر الشيخ عبد الله، الأعذار المنقطة الآن، لو حصل شيء من هذا الشخص وأفطر يوما أو يومين، هنا انقطعت النية، فلا بد أن يجدد النية بالاتفاق إذا استأنف الصوم مرة أخرى. نعم. أما إذا ما دام الصوم متواليا الصوم الواجب التتابع فتكفيه النية في أوله، وحقيقة هي النية تحصل تلقائيا لأنه لا يمكن للإنسان أن يفعل فعلا إلا بنية. مجرد ما يخطر ببال الإنسان في الليل أنه سيصوم غدا وأن غدا من الصيام يتسحر أو يصلي التراويح مثلا في رمضان أو شيء، فهذا يعتبر نية يكفي. يعني قصدنا لما نتكلم عن النية وأنها ركن لا نريد أن يكون ذلك باعثا على الوسواس،
أن الإنسان يوسوس في ويقول لا أنويت ولا ما أنويت لا أنو يعني هكذا لا هي تحصل تلقائيا تقريبا لكن لا بد من النية لا بد من هنا مسألة مهمة جدا للتنبيه لها في مسألة الصوم الواجب وخاصة رمضان الآن نتكلم فيه يعني لما نقول لم يويت النية فصومه لا يصح طيب ماذا يفعل يعني خلاص يفطر خلاص ما بيت نيته خلاص لا 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 تريق من أول يوم لا لا حرمة الوقت حرمة الوقت جميل تقتضي أن يبقى ممسكا صح أن عليه أن يقضي يوما لو ما بيت النية لو ما بيت النية فيمسك على كل حال يمسك عن المفطرات ويستمر في صيامه لكن عليه أن يقضي يوما تبقى مسألة النفل لا يشترط فيه تبيت النية على قول الجمهور ويمكن للإنسان أن ينويه بعد الفجر حتى ولو بشرط أن لا يتناول مفطرا يعني لو قام مثلا الصباح وتذكر أن اليوم يوم اثنين مثلا والله يوم خميس والله أنهم من الأيام البيض أو من الأيام التي استحبوا صيامه أو أراد أن يصوم صوم النافلة على كل حال فيمكن أن يستأنف النية وقد أصبح بل قد يستأنفها من الضحى يمكن ما لم يتناول مفطرا بشرط أن لا يتناول مفطرا والنبي صلى الله عليه وسلم فهنا تأخرت النية عن الليل عن الليل فصحت في النفل ولكن لا تصح في الفرض صحيح نعم جميل جزاك الله خير شيخ عبد الله قد يتساءل البعض كيف لا أبيت النية في رمضان أي نعم يعني قد شلون يعني في رمضان شلون ما بيت النية يصير انك ما تبيت النية صح قالوا لك والله باشر بسافر عن الصبح او باشر عندك عملية لا تصوم باشر ايوه فخلاص اصلا ينوي الافطار باشر انا بصايم لاني بسافر او لان عندي عملية بسوي لي عملية يوم اصبح الصبح الغيت هاي العملية او الغيت رحلة الطيران فش يقول بكمل الصيام ايش نقول له ولا عليك يوم جميل كمل الصيام عليك لأنه ما بيت النية صحيح فهي تصير أنه ما يبيت النية هذه تصير يعني في ظرف معين أنه ينوي أنه يفطر غدا وبعدين هذا الظرف غير موجود فيقول أنا خلاص أكمل بكمل فهذا صيامه غير صحيح لأنه لم يبيت أي نعم نقول عليك يوم لأنك ما بيت النية جميل نعم جزاكم الله خير مشايخنا على هذه التفاصيل ومعنا اتصال أيضا للإجابة على السؤال الثالث اللي هو اذكر سنة واحدة من سنن الصوم معنا نزيه السلام عليكم عليكم السلام مرحبا نزيه معنا نزيهة حياك الله يا نزيهة يا مرحبا ومسهلا ومبارك الله يحييك مبارك عليكم علينا عليك الله يسلمك زين يا نزيهة عطينا يعني سنة من سنن الصوم السحور والتعجيل في الفطور جميل أحسنتي هذه هي الإجابة الصحيحة ومبروك عليك أيضا 500 ريال مقدمة من قناة الريان نطرح هذا السؤال الذي يقول الصائم إذا شتم هل يجوز أن يجهر بقول إني صائم يجهر أو لا يجهر معنا السلام عليكم السلام عليكم يا إسلام السلام عليكم وعليكم السلام هذا شيخ يا مرحبا كيف حالك حياك الله يخليك الله يكرمك الله يسلمك ها يا إسلام السؤال يقول الصائم إذا شتم هل يجهر بقول إني صائم أو لا يجهر لا يجهر طيب جزاك الله خير يا إسلام ولكن الإجابة لم تكن صحيحة يا إسلام يجهر يقول أنا صائم خلاص إحنا هذه بالراجع هي الإجابة الصحيحة طبعا إنه يجهر وإحنا بالراجع إن شاء الله مع القناة بنشوف هل يقرون لك الجائزة ولا لا لأن إحنا أخذنا الإجابة الأولى كانت أنه إنك جاوبت أنه لا يجهر بالكلمة فجزاك الله خير يا إسلام على هذه الإجابة شيخنا أيضا نتكلم عن موضوع اللي هو السؤال الأخير عن يعني إحنا كان ودنا صراحة مشايخنا نفصل في السؤال الأخير ولكن الشباب يقولون لي أن الوقت انقضى لكن الإجابات كانت واضحة بإذن الله على الهواء مباشرة من قبل إخواننا أيضا المشاهدين وصحة هذه الإجابة إذن وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج باب الريان بإذن الله نلقاكم في حلقة الغد مع شخصيات جديدة
ومواقع جديدة، وأيضا أسئلة فقهية جديدة ومفيدة تتحدث عن أحكام الصيام وخاصة في هذه الأيام. نلقاكم في تمام الساعة 4 من مساء الغد، نلتقيكم على خير بإذن الله. لا تنسونا بدعوة عند إفطاركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه،